قلنا لا نستغرب ولا نعجب ولا نتهم بالغلو، وإلا فابن تيمية يكون قد سبقنا بالغلو. نحن نحدد، نشخص، نشير إلى ابن تيمية لأن التيمية، لأن ابن تيمية والتيمية هم من أخذوا وحملوا لواء التكفير ولواء البراءة، لواء البراء البراءة لواء الولاء، ورتبوا عليه العقوبات والتعزيرات والحدود والقتل والتهجير وكل ما يرتبط بهذه الإجراءات العنيفة الشديدة التعسفية الإرهابية. فإذن لا يوجد مشكلة مع علماء المسلمين، لا يوجد مشكلة مع أمة المسلمين من كل المذاهب، يوجد انفراد، يوجد خصوصية ترتب عليها شق المسلمين، شق وحدة المسلمين، تدمير المسلمين، سفك دماء المسلمين، الاستهانة بأرواح المسلمين. تصدى لهذا الأمر ونظر لهذا الأمر ابن تيمية. إذن نقول لا تستغرب ولا تعجب ولا نتهم بالغلو، فابن تيمية يكون أول من غالى وأعلن المغالاة ونظر لها. فابن تيمية يكون قد سبقنا بالغلو وأسس له، كما قلنا قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية الجزء السادس، قال وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينهم. إذن يقول كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها. إذن الآن ليس شيعة علي هم من تسدى للسب، وليس شيعة علي هم أول من اتخذ السباب واللعن وسيلة ومنهجا وقانونا. إذن من يتسدى للسب والسباب والطعن واللعن والفحش من شيعة علي قد تعلموا من شيعة عثمان، قد أخذوا من شيعة عثمان، قد قلدوا شيعة عثمان. ونحن مجاراة للبحث وللكلام ولما يطرح ولما قاله ابن تيمية نتحدث عن شيعة علي وشيعة عثمان، ولكن مع السبابين الفحاشين والفاحشين طبعا لا يوجد شيعة علي وشيعة عثمان، يوجد شيعة معاوية، يوجد شيعة بني أمية في مقابل شيعة السبائية، شيعة المغيرية وغيرها من عناوين. إذن نقول، يقول ابن تيمية وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينهم، وكان أهل السنة من جميع الطائف تنكر ذلك عليهم، وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته ويحافظ على الصلاة في مواقيتها، حتى رؤية عمرو بن مرة الجملي وهو من خيار أهل الكوفة شيخ الثوري وغيره بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بحب علي بن أبي طالب ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. هذا ما ذكره ابن تيمية. ويوجد مورد آخر حسب ما أذكر، وإن شاء الله يعني وحصلت فرصة إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى سنذكر ونشير إلى المورد الثاني، وأعتقد هو في الجزء الثامن، هذا المقطع الذي ذكرناه قبل قليل في الجزء السادس من منهاج السنة. وأعتقد بأن التكرار أو الإشارة إلى هذا الأمر في مورد آخر، أعتقد في الجزء الثامن من منهاج السنة، وستأتي الإشارة إليه. وبعد هذا قلنا ما صدر من ابن تيمية بالرغم من مواقف ابن تيمية المعادية والمبغضة لعلي سلام الله عليه، مع هذا صدر منه ما يشير إلى حقيقة وواقع وتشريع بخصوص علي سلام الله عليه، ووصل إلينا وصار عندنا حجة نحتج بها على الآخرين لإثبات الحق ودليل الحق.